السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي أخواتي، إن شاء الله كاملين تكونوا بخير وكاملين تكونوا بون سونتي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا دائما حاضر في القناة، يعني إلا لظروف شخصية في بعض الأحيان أغيب عن القناة مرة واحدة في اليوم، ولا يعني أغيب يوم كامل، ولكن يعني غالبا ما أكون حاضر في القناة مرتين في اليوم. يعني الفيديو الأول على الساعة 12 زوالا، الفيديو الثاني على الساعة 10 ليلا بتوقيت الجزائر والمغرب، يعني توقيت هذا، وانتم كل واحد يدير القياس على حسب بلد. المهم نتمنوا السلام والحب في العالم، ونتمنوا إن شاء الله النجاح لكل واحد يعمل بجد ويجتهد يعني ليلا ونهارا. رسالة اليوم عند عبد السلام ايت الحسن، يعني قال لي regarde cette vidéo et fais-nous un commentaire comme tu sais le faire. Bon courage mon frère. يعني هذا الاخ يعني انا متاكد انه من المغرب، لانه ما كاش معلومات حول جنسيته وما تكلمناش، يعني هو ايميل ارسله لي فيه فيديو. صراحه الفيديو هذا يعني فيه دوله ولا مدينه في امريكا، يعني تخيلوا معي امريكا، امريكا اللي بعيده عن المغرب، بعيده عن الجزائر، بعيده عن افريقيا، يعني كيلومترات بينها، يعني محيط كبير جدا. امريكا فيها مدينه اسمها المغرب، اسمها موروكو باللغه الانجليزيه. نعم، ما تكلمنا على الموريش، يعني على قوم موريش اللي يعتقدوا انهم يعني مغاربه، يعني اصلهم وجدهم الاول هو مغربي يعني، ولكن هذه المدينه اعتقد بانها غير الموريش، يعني مدينه لوحدها في امريكا. نتمنى من السكان تاع امريكا يعني اللي عندهم معلومات يعني حقيقيه ومعلومات يعني جد موثوقه حول هذه المدينه وحول هذا المكان، قلنا في الاسفل مرحبا بمعلوماتكم القيمه افيدون. بدون اطال عليكم خواتي خواتاتي، هناك قناه يعني نجمه الوصفات، هي امراه مغربيه يعني تقوم بوضع وصفات رائعه، عمل منظم علنا، عمل نقي جدا. كانت رسلت لي ايميل ورسلت لي يعني رابط قناتها، وصراحه يعني لما اشوف قناتها يعني شفت انه هناك عمل يستاهل البارتاج ويستاهل يعني النشر ويستاهل انه نتكلموا عليه. نجمه الوصفات عندها اليوم 646 مشترك، يعني وصلوا ل 1000 مشترك اليوم قبل غدا. رابط قناتها موجود في الديسكريبشن بوكس، يعني تستاهل الدعم صراحه، واي واحد عنده محتوى يستاهل الدعم. لانه في بعض الاحيان بعض الشباب يعني يرسلوا لي، بعض الشابات يرسلوا لي قنوات، يعني صراحه المحتوى ليس ذلك المحتوى اللي يستاهل انه نديروا له اشهار، لكن لما يكون يعني المحتوى يعني نوعا ما محترم مهما كان نوعه يعني فمرحبا، يعني الاشعارات مجانا قسما بالله غير مجانا. اوكي يلا نسافر الان. تاون اوف ماروكو، مدينه المغرب. وي امريكا، شوف يعني اليمين على اليمين قادر تشوف تاون اوف ماروكو. اوكي تاون اوف ماروكو، يعني تحية لصاحب القناة هذه، يعني رابط قناته موجودة في الديسكريبشن بوكس، اللي دار الترجمة ودار يعني هذا الفيديو رابط قناته موجودة في الديسكريبشن بوكس. هاي امريكا، يعني الدخول هنا الى هذه المدينه. شوف ماروكو يعني 14 شوف ماروكو يعني في امريكا، سبحان الله العظيم. ماروكو شوف كما تشاهدون معي، الله انديانا، الله الله يا وليد، موسيقى المغربيه. يو شوف يعني هذاك ريزيرف، شوف هذاك خزان المياه يعني اللي جاي على اليسار تاع الطريق كما تشاهدون، مكتوبه فيه ماروكو. شوفوا معي اخوتي اخواتاتي، هو على اليسار، على يسار طريق، يعني واو ماروكو برو. سبحان الله العظيم، شوف شوف شوف، يعني اسم مدينة في كل مكان، اسم مبالغ. يعني تخيل معي تكون حارق إلى أمريكا، تكون يعني مواطن غير شرعي في أمريكا وتصطدم يعني بهذه المدينة، يعني تقول ما الذي يحدث يا رب، اللعنة اللعنة. يعني ليس اللعنة على المغرب طبيعة الحال، ولكن يعني تشعر أنك في حلم. يعني أنا شخصيا لو نروح إلى أمريكا ونصيب يعني ألجيريا ألجيريا ألجيريا، يعني أنتم المغرب، يعني علم المغرب راه في أمريكا، عنده قبيلة يعني يبغوا علم المغرب وعندهم علم المغرب يعني كيمثلهم. فتخيلوا معي أنك تروح إلى أمريكا يعني داير في راسك باللي راك حارق، فتجد يعني علم المغرب فتقول يعني الله ما حركتش انا وقيل اوت، كيما ذوك الناس اللي حرقوا من يعني شمال افريقيا بار اكزومبل، يعني مثلا شخص يحرق من الجزائر يعني يريد ذهاب الى ايطاليا، في نص الطريق يعني يفقد البوصله ثم يخرج الى بلد يعتقد انه ايطاليا ولكن يجد نفسه في المغرب ولا في تونس. يعني شعور سيكون ممثل، يعني انت في امريكا حتى تجد نفسك في المغرب، ما الذي حدث هناك؟ خلل ما. الله تاون اوف ماروكو، مدينه ماروكو. Welcome to Morocco، مرحبا في المغرب، مدينة الضيافة يا حبيبي، مدينة الضيافة، إنديانا. يا سبحان الله. Home of us here، Community Library، مكتبة الكوميونيتي من 2005 ولا رقم المكان يعني 2005. شو شو The Morocco، يعني هذا كتاب فيه يعني تاريخ هذه المدينة على حسب تقدير. اوكي سنرى من هذا الشخص، تغيير ريت في الموسيقى. اوكي My name is Gerald Bourne. Gerald Bourne. And I have written the history of Morocco. And have also done several things about the families that lived here.
who they were, where they came from, and that kind of thing. I do have a degree in history. MashaAllah. And I also have written books and articles for the local paper, the Morocco Courier. Ooh. يعني أخوتي أخواتي كان أمر بالمناسبة يعني الأشخاص يعني هذا كان حتى إحنا عندنا في على في ثقافتنا يعني في شمال إفريقيا هناك أشخاص يكرسون حياتهم في دراسة الثقافات يريدون دراسة الثقافات يعني كل واحد وين مركز يعني هناك بعض البشر مركزين في الثقافة الأمريكية بعض البشر مركزين في الثقافة الأوروبية هناك من هو مركز في الثقافة الإسلامية يعني. Morocco. All right, and this happened in 1841. Whoa, Zaman Bayid jiddan, yani mudul qarn, yani 1841. They were clearing off the swampland because this was all swampland around here. Okay. In 1851 they decided to plant it and make it into a town. And there was a guy on gumback on horseback and he had on boots, red Morocco trim on him. Okay. He said, I'll give your town a name, and he named it Morocco. SubhanAllah. So that's how the town got its name. يعني منذ سنة 1841 هذه المدينة موجودة في الماء. يعني سنة 1851 تم تسميتها ولكن هذه المدينة تعود إلى سنة 1841 لذلك القدم تاعها يعني هو قدم يعني شمال افريقيا لانه سنه 1830 كان استعمار فرنسي للجزائر وانا متاكد انه المغرب كانت يعني محاذاه الجزائر في تلك الفتره يعني كانت يعني اسمها المغرب على حسب ما اعتقد والله اعلم يعني سبحان الله العظيم يعني ولا واحد كان انا شخصيا انا نتثقف بفعل يعني هذه الفيديوهات لانه يعني انا ما كنتش عارف يعني هذه المدينه في امريكا صراحه. Morocco is also known for its hospitality. حسن الضيافه. These are very hospitable. يعني مدينه في امريكا اسمها المغرب ومعروفه بحسن الضيافه. That makes sense يعني عندها علاقه لانه المغرب معروف عليه حسن الضيافه وخاصه يعني اكرام الضيف. وهذه المدينة معروفة بنفس الشيء لذلك يعني هناك أصول أنا متأكد أنه هناك جدهم الأول ممكن يكون من شمال إفريقيا من المغرب. People and it goes back to the time of the pioneers when everybody was helping everybody as they cleared the land and as they developed a civilization. سبحان الله. And so any time that a person would come through that was not from this area, the door would be open to them. يعني هي دار السلام هي مدينة السلام هي مدينة الإكرام ومدينة يعني الاعتناء بكل إنسان غريب والعابر سبيل وهذه من صفات الإسلام الإسلام وصانا أنه عابر سبيل يعني لابد عليك أن تكرمه وتق يعني كان ضيف سبحان الله العظيم. And there would be hotels here that would open their doors to whoever came by and this is the way Morocco the town here got its reputation as being the home of Fujian hospitality. So we do have something in common. قال له يعني أنا هذا شيء مشترك بيني وبينكم في المغرب يعني بيننا حتى الإنسان هذا يبان إنسان طيب سبحان الله العظيم. I just got me a gift from Morocco, the country of Morocco. يعني وصل بهدية من المغرب. One of my treasured possessions. Because I always like things that have Morocco connection. يا سبحان الله يعني وصلوا له ارسلوا له هذه الرسالة وارسلوا له هذا القبعة من المغرب يعني فيها اسم المغرب وفيها علم المغرب يعني وقال لك أمرها مهم جدا وهدية مهمة جدا. And I was also telling you about the paper that I published about 5 years ago or so called Morocco Times. Morocco Times. And in it I give a little word of what's going around in the town and some of the changes that are coming about, some of the family history. And I also have some recipes. تحية إلى محمد بلاج رابط الفيديو موجود في الديسكريبشن بوكس كما تشاهدون معي يعني المغرب مدينة في أمريكا سبحان الله العظيم يعني ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم يعني مشابهون لدولة المغرب الحقيقية يعني الموجودة في شمال إفريقيا والجارة الشقيقة المغرب يعني صراحة أمرها نوعا ما غريب وفي نفس الوقت يعني يخليك تريد الذهاب إلى هذه المدينة بطبيعة الحال لأنها مشهورة بالكرم ومشهورة يعني بالاستقبال يعني قال لك أنها تستقبل أي إنسان مهما كان أصله مهما كان فصله مهما كان يعني جاي من أي مدينة وزيد يعني أمريكا معروفة بالعنصرية يعني برغم ذلك هذه المدينة نوعا ما يعني كانت عكس هذا الشيء وهذا الأمر يعني جاي من الإسلام لذلك سبحان الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله على هذه المدينة وإن شاء الله نزورها كاملين أنا وكل من قال آمين. طال عمركم خواتي خوتاتي شكرا لعبد السلام على هذا الفيديو شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء لا تنسوا قناة نجمة الوصفات موجودة في الديسكريبشن بوكس لكل واحد باغي يتعلم الطبخ رابطها موجود في الديسكريبشن بوكس نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. Peace. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.